السلام عليكم. اليوم حبينا نعرفوكم بمقر ولاية الجزائر العاصمة اللي يعتبر واحد من أفضل وأجمل البنايات في الجزائر، وكذلك نعرفوكم بالتاريخ الحضاري والمعماري للجزائر بصفة عامة، وخاصة من جهة يعني من داخل المقر، داخل البناية هذه نشوف النماذج من الطراز المعماري الأصيل والرائع الجزائري، اللي هو في الحقيقة كما سبق وأن قلت في عدة مناسبات أن هذا الطراز المعماري وهذا الديكور يعني الديزاين دانتيريور نتاع القصور الجزائر وديار الجزائر والأحياء، يعني خاصة في الأحياء العتيقة مثل القصبة وبعض المنازل العتيقة، فيه طراز معماري اللي هو في الحقيقة يعني نتيجة لعدة تجاذبات وعدة تأثيرات، يعني فيه تأثير الطراز المعماري الأندلسي الدمشقي نتاع الأموي، وكذلك فيه تأثير نتاع المعمار الفرنسي العثمانية، يعني الأرشيتكتير العثمانيان، وكذلك فيه تأثير عربي إسلامي من المشرقي، وكذلك فيه تأثير تركي عثماني، وكل هذا انصهر في بوتقة اليد العاملة الأمازيغية والتصور الأمازيغي الجزائري. إذن كل هذه التجاذبات أعطتنا نتيجة هذا العمران الجزائري اللي لا يوجد إلا في الجزائر، وخاصة في المدن الكبرى، مدن ساحلية الكبرى، وبعض المدن الداخلية كمبدية وبجاية وقسنطينة. إذن فيه يعني نماذج عمرانية مختلفة في الصحراء، في التيميمون، في توغورت، في الواد، في غرداية، هذه نماذج مختلفة. إذن فيه تنوع عمراني كبير جدا وهندسي، لكن احنا الآن لأننا بصدد الكلام على الهندسة اللي تختص بها المدن الساحلية في الجزائر كالجزائر العاصمة. إذن خليكم تتابعوا هذا الفيديو الرائع على هذه البناية الرائعة اللي هي في الحقيقة حاليا هي المقر الشعبي الولائي لولاية الجزائر العاصمة، واللي سوف تنتقل إلى المقر الجديد الموجود حاليا في المحمدية. نترككم تتابعون هذا الفيديو، والسلام عليكم.